مرحبا يا أصدقائي، سوف نتحدث اليوم عن ثناء ومحبة محمد لعائشة. أهلا وسهلا. تحية الإفطار مع جدو. أحب الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة حبا شديدا، فقد توفي في حجرها ودفن في بيتها. وتقول رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب حينها السواك منها وكان قاسيا عليه، فقامت بتليينه له ووضعته بعد ذلك في فمه. لقد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجاته أن يسمحن له أن يبقى أيام مرضه في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، فسمحن له. وقد كان من عادات المحبين قديما ترقيق اسم المحبوب، ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي السيدة عائشة يا عائش أو يا عويش. وفي السنة 11 للهجرة بدأت علامات المرض والتعب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ثم وافته المنية، وقد كان عمر السيدة عائشة رضي الله عنها 18 عاما عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوني يا أصدقائي أذكر لكم الآن بعض الصفات الخلقية لأم المؤمنين عائشة. كانت السيدة عائشة جميلة في الخلق والخلق، وقد وصفت في العديد من الروايات، ومن أوصافها الخلقية الثابتة أنها كانت خفيفة ونحيفة، فقد كانت في شبابها نحيلة ونحيفة، ثم زاد وزنها عندما كبرت. ففي الحديث قالت عندما كانت في رحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك، أي هذه بتلك السبقة. أما جمالها وبياضها فقد كانت رضي الله عنها بيضاء جميلة، وقد لقبت بالحميراء بسبب الحمرة الموجودة في خديها. ومما يدل على جمالها قول والدتها وهي تهون عليها في حادثة الإفك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. أما شعرها فقد كان طويلا، ومما يدل على طول شعرها أنها قالت رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج فوعكت فتمرق شعري عليها الصلاة والسلام. نقترب أصدقائي من نهاية حديث اليوم ونتساءل، ما هي الصفات الخلقية للسيدة عائشة رضي الله عنها؟ نتابع بإذن الله غدا في سيرة السيدة عائشة، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على أسعدنا محمد وعلى آله عدد كمال أسعد